رح نعمل تمرين تاني كتير حلو كمان ومهم بنفس المبدأ. التمرين التاني عبارة عن تمرين بحرة، هي حالي وهي حالي تاني، إذا طويرة أكتر يعني. ما رح نخرج عن إطار الأوامر اللي أخذناها، نضيف بس فكرة جديدة. طبعا البحرة شو ممكن نعملها؟ هي مثلا من هاي الدائرة، ممكن توصل من الدائرة، أو شو المفروض أخذها عشان أخذها بدقة؟ الانجون، الانجون عشان اخذ مطلع من الطوسان. طبعا بدي اعمل لها سماكه، شو ممكن نعمل لها؟ اول شيء بنرفع اكسترود، بعدها اي وشو بنلغي؟ الكاب. تمام، بنلغي التغطيه. هلا هون بلاحظ بدي اعمل انا خلينا نقول اطروفي فوق او نفره يعني. طيب نسخ بالضبط. هلا الفكره بدي اياها يعني، ممكن فكر، ممكن انا اوصل لها عباره عن بس مجسم 2D نفس الانجون واعمله انيبل انيبل، ما هيك؟ يعني انا اذا عندي هون خلينا نقول سيركل بالرندرينج ممكن نعمله انيبل انيبل، اعطيها سماكه معينه، فانا عم اوصل بالنتيجه للشيء اللي بدي اياه هون. بس هي هون ملاحظه انه الانابل انابل دائما عم ياخذوا وين عم يكون؟ من النص. تمام؟ من النص وعم يضيف القيمه للطرفين. بينما هون الفرق، انا اذا اخذت اكسترود رح الغي هدول، رح الغي الاكسترود مثلا، اعطيه قيمه صغيره والغي هون الكاب كاب، فوصلت لهالشكل هذا. هلا هذا ممكن اعطيه شيل اخذه بدقه اكبر، عندي شيء اسمه اوتر امام، حدد سماكي برانيه، حددت شو سماكي جوانية. فهون هاي الفكرة بدكم تعرفوها، موضوع انه الشل يعني بيوفر علي كتير وقت. يعني تخيلوا مثلا انا عندي مشروع تخطيط مثلا، فانا ممكن اخذ نفس الطبقة تبعت الرصيف، ممكن اخذها نفسها اعمل منها اطاريف رصيف، ممكن يعني اخذ اول وحدة اكسترود اعطتنا رصيف، اعمل طبقة تانية اعمل اكسترود والغي منها الكابات وخلي الشل بس مجرد كبسة صغيرة، بحصل على اطاريف رصيف. فيعني هاي هي موضوع الاكسترود طبعا. وبعدها ما رح نحن نعقد هدول، رح نحط نحن بس سيركل او نفس الشكل، ممكن ناخذه نعمله بيفل يعطينا الارضيه، وناخذ الصحون ممكن هاي نعملها تيبر بيعطينا صحون، ممكن نعقد الاشكال اكثر واكثر. هلا هاي حالي، الحاله الثانيه هي هاي كمان نفس الشيء. هاي اول شيء الفكره شو عنا؟ المسقط تبعه انه نجمي اللي هو عباره عن ستار ومعمول له شو؟ للنجمه ممكن ممكن، بس قصدي بدال اكسترود شو طبعا هذا هون؟ البيفل. تمام؟ وبعدين كررناها، فموضوع بسيط. نحن رح نركب الموضوع يعني، رح نعمل انكون ونعمل له بيفل. تمام؟ نص ساعه بتعطينا شكل بحره معينه. ماشي؟ طيب مين بحب يجرب من البنات؟ يلا ما عزي مش Thank you.
شو
هاي تمرين البحرة. طبعا احنا جمعنا فيها فكرتين، فكرة الاكسترود وفكرة البيفل.